أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما المقصود بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية كغيره من الشهداء؟ وحياة برزخية يعني من أمور الآخرة، ما هي مثل حياته في الدنيا. ولذلك ما كان الصحابة يذهبون إلى قبره يقول الرسول حي، يسألونه ويطلبون منه، ما كانوا يعملون هذا. ومع أنه حي لكن حياته برزخية، حياة من أمور الآخرة، مثلهم ليست مثل حياته في الدنيا، فرق بينهما. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.